بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم جميعا في الدورة التحضيرية للحصول على شهادة البي ام بي. نتكلم بصفة أساسية وبتركيز أكبر إن شاء الله على عمليات التخطيط الزمني وإدارة التكلفة، Planning Process Group Scheduling and Cost. إن شاء الله بنحاول نركز على المفاهيم والعمليات الخاصة بالتخطيط الزمني. يمكن للمفهوم أو المحتويات هتكلمنا على بعض الأسس والمفاهيم الخاصة بإدارة المشروع، تكلمنا على التعريفات الخاصة بالمشاريع والمحفظة بورتفوليو بروجكتس بروجرام، اتكلمنا على إطار إدارة المشروع البروجكت مانجمنت فريم ورك. هننتقل إلى النقطة الأساسية في الدورة التدريبية على مجموعة عمليات التمهيد أو مجموعات إدارة المشروع. هنبدأ بمجموعة عمليات التمهيد للمشروع Initiating Process Group، وننتقل بعدها إلى Planning Process Group، ثم Executing Process Group، وMonitoring and Controlling Process Group. نبدأ بالInitiating والعمليات الخاصة بالInitiating. What is a project management؟ عشان نقدر نفهم يعني إيه project management ومدى الاحتياج إلى project management، العمليات الخاصة بالproject management، لازم نتكلم على دورة حياة المشروع. دورة حياة المشروع بداية بتبدأ بمراحل المشروع، يعني تعريف دورة حياة المشروع بتختلف عن عمليات إدارة المشروع. دورة حياة المشروع المرحلة الأولى كبدء للمشروع، ثم عملية التنظيم والإعداد، ثم عملية تنفيذ العمل، ثم إنهاء المشروع، تسمى مراحل المشروع. كل مرحلة من مراحل المشروع لها إجراءات معينة ولها مخرجات محددة. في تعريف آخر لمجموعات المشاريع أو مجموعة عمليات إدارة المشاريع: عمليات البدء، عمليات التخطيط، عمليات التنفيذ، عمليات المتابعة والتحكم، عمليات الإغلاق. أنا بركز هون في نقطة محددة، أن دورة حياة المشروع ومراحل المشروع بتختلف عن مجموعات إدارة المشاريع. ممكن مجموعات إدارة المشاريع تطبق على مرحلة واحدة فقط من المشروع بالكامل، يعني مجموعات إدارة المشاريع يمكن أن تطبق على مرحلة واحدة كاملة، ثم تطبق بالكامل على مرحلة أخرى، ثم المرحلة التي تليها بأن ينتهي المشروع. ممكن كل مرحلة من مراحل المشروع قد تسمى على حسب حجم المشروع، قد تسمى sub project أو project، جزء من البروجكت الأساسي للمشروع. كل مرحلة، يبقى تعريف دورة حياة المشروع هي مراحل تطور المشروع حتى نصل إلى المخرج أو الديليفرابل أو الفاينل برودكت الخاص بالمشروع. ما هي مجموعات إدارة المشاريع؟ الكل لازم يكون مركز وفاهم، لأن بناء على الفهم في السلايد الحالي هنقدر نركز في البروسيس والسيكونس الخاص بإدارة المشاريع. ما هي مجموعات إدارة المشاريع؟ 5 مجموعات: Initiating Process Group، Planning Process Group، Executing Process Group، Monitoring Controlling Process Group، and then Closing Process Group. 5 مجموعات. ما هي مراحل المشروع؟ هي دورة حياة المشروع. ما هي بوابة مرحلة المشروع؟ كل مشروع يتكون من مراحل، كل مرحلة لها مخرجات بيسموها جيت اكزيت او المين بوينت او مايلستون بوينت. لكل مرحلة عند انتهائها يقيم أداء المرحلة، ثم ننتقل بقرار إلى المرحلة التالية أو لا ننتقل بناء على المخرجات إذا كان حجم المشروع كبير لدرجة أن تكفي إن احنا ننتهي بمرحلة واحدة
ولا نستمر بناء على مخرجات المرحلة. يعني على سبيل المثال، عملنا تصميم لمشروع معين لتقييم التكلفة التقديرية للمشروع، أو لدراسة جدوى للمشروع لبيان مدى الحاجة للمشروع. وبعد انتهاء دراسة الجدوى حسب البلان كان المفروض ندخل في عملية التصميم، لكن بناء على مخرجات دراسة الجدوى يتخذ قرار بوقف المشروع، لأن البنفيتس أو البروفيتس أو الانكم أو الأوت كام خاص بالمشروع is not satisfying the customer need or not satisfying the organizational objectives. فبناء على نتائج مخرجات المرحلة يتم اتخاذ القرار، فبيسموها phase gate أو decision point، نقطة اتخاذ القرار. ما هي المجالات المعرفية؟ في 10 أثناء تطبيق عمليات مجموعات المشاريع، في مجموعة من النوليدج خاصة بنود خاصة أو مجموعات مجالات المعرفة، النوليدج أريا، بيتم تطبيقها أثناء عمليات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات إدارة المشاريع. ما هي عمليات إدارة المشاريع؟ يبقى في دورة حياة للمشروع، في مجموعات إدارة المشاريع اللي هم 5 مجموعات، في عمليات إدارة المشاريع. كل مجموعة من مجموعة إدارة المشاريع لها عمليات. يبقى الفرق بين مجموعة إدارة المشاريع وعمليات إدارة المشاريع ومجالات المعرفة الخاصة بالمشروع. نوضح بشكل آخر، إدارة المشاريع هي تطبيق المعرفة. خلينا نفسر يعني إيه معرفة. كلمة معرفة، المعرفة integration knowledge أو scope knowledge أو schedule knowledge, cost, quality, resources, communication, risk, procurement, stakeholders. ده اسمه project knowledge area، اللي هي مجالات تطبيق المعرفة، مجالات المعرفة والمهارات والأدوات، مهارات خاصة بخبرة فريق العمل، خبرة فريق المشروع، مهارات التواصل، مهارات الاستيميشن، مهارات الاناليسيز، التولز اللي هتستخدم أثناء تطبيق العمليات. كل عملية من العمليات الخاصة بإدارة المشاريع لها تولز وتكنيكس تطبق على أنشطة المشروع لتلبية متطلبات المشروع، وتنجز إدارة المشاريع من خلال التطبيق والدمج المناسبين لعملية إدارة المشاريع المحددة للمشروع. تكمن إدارة المشاريع مؤسسة من تنفيذ المشاريع بفعالية وكفاءة. يبقى الهدف من عمليات إدارة المشاريع تنظيم عملية إدارة المشاريع أثناء البدء، ثم التخطيط planning، ثم الإكسكيوشن أو التنفيذ، ثم الكلوزنج. أثناء مراحل المشروع في مرحلة عامة لمونيتورينج أند كنترولينج بيسموها بروجكت مانجمنت لايف سايكل. يبقى في بروجكت لايف سايكل، دورة حياة المشروع اللي عبارة عن مراحل المشروع، بتختلف عن البروجكت مانجمنت لايف سايكل اللي هي مجموعات إدارة المشاريع. تاني بكرر، في مجموعات إدارة المشاريع 5 مجموعات، وفي مجالات المعرفة اللي هي خاصة بمعرفة like integration, scope, schedule، كل مجالات المعرفة، ثم العمليات المخصصة لكل مجموعة من مجموعات إدارة المشاريع. طب ناخد سؤال على مجموعة إدارة المشاريع، نقرأ السؤال ونجيب الإجابة معايا. طيب تمام، نجاوب على السؤال. مين أول واحد هيجاوب على السؤال؟ أول حد جاوب على السؤال مهندس وسيم. مهندس وسيم،
ممكن تشرح لنا ليه الإجابة إجابتك السؤال، تقرأ لنا السؤال وتوضح لنا سبب الإجابة؟ أصدق مبيدات مشروع من 4 مراحل لبناء مجمع صناعي جديد. المشروع ضخم للغاية ويشمل أكثر من 400 بين المعنيين بالمشروع وأربع شركات مقاولين من الباطن. يسألك أحد أعضاء الفريق الذي لم يعمل في مشاريع ضخمة مثل هذا المشروع من قبل، عن متى سيتم عقد اجتماع إطلاق المشروع؟ ماذا ستكون إجابته؟ أنا اخترت إجابة رقم 2 في بداية كل مرحلة، لأن أعضاء المشروع أعضاء الفريق غير حاليين عن المشروع من الضخامة، فسيتم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل، وكل مرحلة يكون فيها كيك أوف ميتينج ناقشت فيها شو الإجراءات المتم في هذا المرحلة. هو اوريدي ان المشروع، يعني السؤال بيقول المشروع از فيري لارج، وان هو اوريدي ديفايدد تو فور فيسز. فالكيك اوف ميتنج نقطه اجتماع، نقطه الانطلاق او اجتماع بدايه المشروع بيتم في كل مرحله من مراحل المشروع. احنا في مشاريع الكونستراكشن في مرحله الديزاين، مرحله التصميم، ثم مرحله المراحل الأساسية، ثم مرحلة التنفيذ، ثم مرحلة التسليم. بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ في إجراءات لمناقصة وتعيين مقاول. في بداية مرحلة التصميم بنعمل كيك أوف ميتينج فور ديزاين، مجرد ما الديزاين بينتهي وندخل في مرحلة التنفيذ بنعمل تاني كيك أوف ميتينج خاص بالتنفيذ. فأصبحت الكيك اوف ميتنج للمشروع بتتم at the beginning of each phase. يبقى المالتي فيز بروجكت will include the kick off meeting at the beginning of each phase. ده طبقا للبي ام بوك 6 اديشن. طب مهندس، بالنسبه اتفضل. لموضوع الافتر بلاننج، أنه هو منطقيا أنت ممكن تعمل كيك أوف ميتنج في بداية المرحلة الأولى بعد التخطيط أيضا، وهذا منطقي، يعني لا بأس به، وهو ممكن يكون حتى لو كان المشروع من 4 مراحل ولكل مرحلة اجتماع انطلاقي، ولكن يمكن لكامل المشروع أن يكون له اجتماع بحيث أن يكون في بداية المشروع محدد. تمام. انا سؤالك كده، انا سؤالك اداني انطباع، انت قلت في بعد، يعني حضرتك تفضلت وقلت بعد البلاننج، عايز اسمع المعلومه تاني. بعد البلاننج، افتر بلاننج؟ نعم، هي قبل الاجتماع الكيك اوف ميتنج، لانه هو قبل الكيك اوف ميتنج ممكن تكون انت بحاجه الى اقتراحات تحضيريه مثل دراسة الجدوى على سبيل المثال، أو مثل بنش مارك أو داتا كولكشن سنتر اللي هي تصب في الخطة نفسها. طب دكتور فادي، أنت تقصد بالبلاننج، تقصد بالبلاننج اللي أنا بشاور عليها، البلاننج هذا، البلاننج اللي أنا بشاور عليه حاليا في السلايد؟ أنا مش شايف الماوس. لا، أنت شايف السهم اللي فيه رقابة والتحكم؟ اه، ما هو البدء ثم البلانينج. اوكي، طيب الان لما بنحط خطه، هي الخطه هي اللي بدها تنفيذ، وبالتالي اليس اعداد الخطه هو قبل البدء؟ يعني انا كيف بدي ابدا وانا ما عندي خطه؟ بحط الخطه بعدين ببدا فيها التنفيذ. لا، الفكره اللي انا قلته في السلايد ما وصلكش، في السلايد اللي قبل ده ما وصلش، المعلومه ما وصلتش. يعني ايه المعلومه ما وصلتش؟ المعلومه بتقول في فرق بين مراحل المشروع ومجموعات اداره المشاريع. انت البلاننج، مجموعات اداره المشاريع ليس لها علاقه بمراحل المشروع. مراحل المشروع زي ما شايف فوق في اول سلايد، شايف فوق بدء المشروع، بدء المشروع، التنظيم والاعداد. نقطه انا بتعلق عليها، اللي هي دراسه الجدوى، وبناء على دراسه الجدوى تم التقرير بعدم البدء في المشروع، صح ولا لا؟ صحيح. وبالتالي انت الان تتحدث انه لا يوجد مشروع، وبالتالي لا يوجد انطلاقه للمشروع، ولا داعي لاعداد خطط، ولا داعي، فبالتالي مرحله الاعداد لا تعتبر جزءا من المشروع. يعني هي في الحقيقه المشروع ما بلش، المشروع اجرى، المشروع حتى الانشاء لا تعتبر صحيحه في الوصف.
والمشروع لم ينطلق اساسا، وبالتالي من ناحيه لوجيكال سيكونس للاحداث عمليات التخطيط يجب ان تكون قبل البدء في المشروع، وليس بالضروره ان يكون هناك فريق عمل متكامل للبدء بتنفيذ الخطه. طيب بريليمينري طيب انا 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 نعم تاخذ في المشروع ام لا؟ لا لا، هناك مشاريع خاصه اذا سمحت لي تفضل. مشاريع خاصه هي فقط دراسه الجدوى للمشروع، بعدين بالتالي على دراسه الجدوى بقول اوكي حط لي خطه، هذا المشروع في الجدوى الاقتصاديه مفيده.